الثالث عشر التسليمتان وهما السلام عليكم ورحمة الله مرتين مرتباً معرفاً وجوباً ويكفي في النفل والجنازة واحدة. نعم، التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ركن عند الإمام أحمد وعند جماهير أهل العلم. تسليمة واحدة تكفي، تسليمة واحدة تكفي، التسليمة الثانية سنة. الركن تسليمة الأولى والثانية سنة، وهو أيضا رواية عن أحمد، رواية أخرى عن أحمد في مذهب أحمد أن التسليمة الثانية سنة وأن التسليمة الأولى هي الركن. والمقصود بالتسليم هو اللفظ، لأنها من الأركان القولية، أركان القولية. الالتفات ليس بضرورة، يعني لو واحد وهو يصلي قرأ التشهد خلص قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تمت صلاته، قال ما التفت يمين يسار، التفات سنة باتفاق أهل العلم، التفات سنة، لو لم يلتفت صلاة صحيحة. لو التفت يسار أول شيء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ما يضر كذلك، لأن الالتفات في النهاية سنة. الركن هو إيش؟ اللفظ، اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عند أحمد يشترط أو الركن عنده تسليمتان، هذا المشهور في مذهب أحمد. والقول الثاني في مذهب أحمد التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، وهذا قول جماهير أهل العلم أن التسليمة الأولى هي الركن. إذا انتبهوا، بعض الناس عندما يكون متأخرا عن الإمام فاتته ركعة أو أكثر، مجرد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى وقف على أساس يقضي صلاته، على مذهب أحمد بطلت صلاته، لأنه وقف قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة، لأن التسليمة الثانية إيش؟ ركن. هو ليه الإمام ما خلص، هو فارق الإمام قبل أن ينتهي، فارق الإمام قبل أن ينتهي من صلاته. وبعضهم يقول بطلت صلاته، وبعضهم يقول صار منفردا كأنه طلع من الجماعة صلى منفردا، فلا يقوم أحد، لا يقوم أحد إلا بعد أن ينتهي الإمام من تسليمته. وكلها لحظات يعني، واحد لا يستعجل، انتظر حتى يتم الإمام. حتى الذين يقولون من أهل العلم يقول التسليمة الثانية سنة، يقول أيضا لا ينبغي لك أن تقوم قبل أن ينتهي الإمام من صلاته، انتظر حتى ينتهي الإمام من صلاته، أي من التسليمة الثانية، أن يسلم التسليمتين. والصحيح كذلك أنه لا يشترط أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، تكفي السلام عليكم، وهذا أيضا في مذهب الإمام أحمد. القول الثاني قول السلام عليكم تكفيه، تكفيه السلام عليكم. أما في النافلة والجنازة فتسليمة واحدة تكفي قولا واحدة في مذهب أحمد، يعني صلاة النافلة أنك تسلم تسليمة واحدة كافية، صلاة الجنازة هي السنة أصلا تسليمة واحدة. واضح إن شاء الله تعالى.